صحة شريبتكم أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بكم في هذا العدد الأول من ليالينا عربية خلال شهر رمضان المعظم. مرحبا بكم، إن شاء الله رمضانكم مبروك. وأكيد كالعادة نحب نحيي فرقتنا الموسيقية في البداية، تحية ليهم بقيادة المايسترو أنور المبروك، دي جي كاسوس أيضا تحية ليه، الجمهور اللي حاضر معانا اليوم يعطيه ألف صحة. ونبدأ نرحب بضيوفي، سعيدة جدا هذه الليلة في هذا العدد الخاص بليالينا عربية باستضافتها. هي من أجمل الأصوات التونسية على الإطلاق، جمالا وحضورا وصوتا. سعيدة جدا هذه الليلة باستضافة الفنانة المتميزة آمنة فاخر. مرحبا بك آمنة. ان شاء الله رمضانكم مبروك، وصحة شريبتكم. صحة شريبتكم. اي فرحانة برشا اني نكون موجودة اليوم مع ناس نحبهم برشا، سورتو انت يعيش. عندنا مدة غيبة، ونفرح برشا برشا كي نبدا موجودة معاك، خاطر نعرف اللي ليميسيون باش تعدى حلوة كيفك. يعيشك انت احلى اكيد. بالقفطان الجميل هكا واللمسه التونسيه اللي لبستها الوردي. هذا لوني المفضل. اي اكيد الوردي. اكيد انت كل لون تلبسه يواتيك. يعيشك. الى جانبك اللون الابيض. صفاء قلبها. أي. هي زميلتي في الاعلام، ومؤخرا قامت بدور رئيسي في مسلسل الوطنيه الاولى باب الرزق، وخليت احسن انطباع. عرفتوها في شوف لي حل ددو، لكن في الدور شفتوا إنسانة أخرى متمردة. سعيدة جدا اليوم باستضافتها أسماء بن عثمان. مرحبا بيك أسماء. أول كلمة نحب نقولها توحشتكم. حتى احنا توحشني. توحشتكم، خليتوا عليا بلاصة، توحشت برنامج ليالينا، أنت الفريق الكل. معني قعدت بعد شوية، لكن قعدت متابعة البرنامج وفرحانة بوجودي اليوم. وانت قلت الابيض، بالحق نحب ناخذ الفرصه باش نشكر الغنجه حنان الغنجه على هالكرياسيون التحفه. انا اللي فهمتها روبا لقفطان، اللباس التونسي محلاه، اللباس التونسي. نشكرها برشا برشا، ونشكر ريم همامي على المكياج الحلو. او كبديت بيهم انت قبل. في العاده نخبو بيهم. الى جانبك اسماء، سيدة تونسية تنتمي إلى مجموعة نسائية، المجموعة هذه تحمل اسم طوق الياسمين. هما نساء بلادي، كل واحدة في ميدانها، يعني فيهم المحامية، فيهم الدكتورة، فيهم ربة البيت، فيهم ذكرني لبنى الطبيبة المهندسة ما شاء الله. يعني مجموعة نسائية عاملين مجموعة صوتية وفرقة حلوة برشا برشا، تحمل اسم الياسمين اللي عنده علاقة أكيد بتونس. سعيدة جدا باستضافتك واستضافتهم، نحب تصفيقة كبيرة عليهم برشا. مرحبا بك. مساء الخير ندى، وصحة شريبتكم الناس كل. واحنا فرحانين برشا انه هذا المرور الثاني عندنا معاكم في ليالينا، وليالينا الليلة عندها نكهة خاصة لأنها في لأنها عربية وفي ضيافة بلد شقيق نحبوه برشا، والمملكة العربية السعودية. إلى جانبك زميلة متميزة دائما تلقاها على عين المكان، اليوم جات بلون علم، بدينا نقربوا له مع لون علم البلد الشقيق اللي نحبوه برشا، واللي اليوم ان شاء الله باش نقدموا له بطاقة حب، وهو المملكة العربية السعودية. اكيد تحية لكل الشعب السعودي، وايضا للجاليه السعوديه اللي موجوده في تونس. مرحبا بيك. شكرا ندى، تحيه ليك، تحيه للضيوف اللي منورين ليالينا، تحيه لجمهور الوطنيه الاولى في سهره رمضانيه باش تكون كالعاده مميزه ان شاء الله. ليالينا العربيه كريمه اليوم باش تحملنا الى بلد شقيق، بلد الحرمين الشريفين كيف ما قلت لكم، هذا البلد اللي اصبح حديث العالم، يعني الكل بما حققه من نهضه على كل المستويات. نعرفوا اللي المملكه العربيه السعوديه ايضا فيها اقطاب موسيقيه وفنيه كبيره برشا احنا نحبوهم، منهم الفنان والمطرب القدير طلال مداح، واكيد البدايه باش تكون بصوت الفنانه آمنة فاخر واغنيه مقادير. مقادير
فايق واخر الامل كان وكان الفرح غايب يعطيك الصحة إيمنا. كانت هذه أغنية الراحل الفنان والمطرب القدير وهو فنان كل الأكيد العرب طلال مداح مجدير. شكرا على حسن الأداء. تحية لفرقتنا الموسيقية أيضا بقيادة المايسترو أنور المبروك. وكيف ما قلت نهضة ثقافية وفي كل المجالات تشهدها المملكة العربية السعودية. وخليني نبدأ بك أنت كريمة، كيفاش تشاهد اليوم المملكة العربية السعودية كصحفية؟ أي من الجانب الثقافي أكيد الفني اللي أنا عندي سنوات نشتغل فيه، معناتها أكيد استبشرنا خيرا بما يحدث في المجال الفني، لأنه يعتبر هذا وكأنها السعودية ثقافيا تعيد انتشارها من جديد، والعالم أصبح ينظر إلى السعودية في كل اختصاصات الحقيقة، وتحديدا بالفن وبالثقافة هي وصلت هذه الصورة، لأنهم
كانوا واعيين بانه بالثقافه والفن تنجم توصل صوره البلاد. الثقافه مرآة الشعوب اكيد. دونك عديد الفعاليات، عده عروض ومعارض موجوده، بدات بالسينما، موسم الرياض من اهم الفعاليات الموسيقيه، يعني في كل اختصاص في الثقافه فما فعاليات مهمه. كي نشوفوا احنا هيئه الموسيقى، نشوفوا هيئه السينما، اكثر من 20 هيئه تقريبا في صلب وزاره الشؤون الثقافيه، وكل هيئه عباره على وزاره عندها اختصاص طبعا، وكلهم يخدموا من خلال تجارب مقارنة فيها استراتيجيات ورؤية ورسائل وركائز استراتيجية وأهداف. أي حاجة تشوفها أنت تدخل على الإنترنت، تدخل على أي هيئة، مش تلقى كل شيء واضح وين يحبوا يوصلوا، وهذا مهم. فما رؤية، فما رؤية تنزيدوا نحكيوا عليها أكيد. لأنه بعد قليل إن شاء الله باش يشاهدوا السادة المشاهدين حوار قمت به مع سعادة سفير المملكة العربية السعودية الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر. الحقيقة حوار أحكي فيه على الرؤية ككل، وأحكي فيه على متانة العلاقات بين تونس والمملكة، وأكيد تو من بعد تشاهدوه. لكن أنا نرى اليوم في المملكة العربية السعودية في كل المجالات، مش كان الثقافية فقط، فما يعني تطور على كل المستويات. آمنة هكا ولا؟ اي بيانسيو، معناتها تحس اللي الأعين كلها توجهت للسعودية اللي ما كانتش قبل، وهذه حاجة تفرح انه بلد عربي بلد مسلم سيختو انه تتجه له كل الأنظار. واللي فرحنا أكثر انه ثقافيا معناتها قاعدة نهضة كبيرة معناتها في الثقافة، هذه حاجة تفرح كل فنان بيانسيو، وما شاء الله ترى في الحفلات وترى في ازدهار فني، ازدهار فني كبير، حسن تنظيم. تحس اللي معناتها كما قالت كريمه، معناتها عملوا بروجرام وقاعدين ماشيين فيه، وكل عام قاعده تتطور اكثر، وكل عام قاعدين يتحسنوا اكثر. وهذه حاجه اسمع. انا شوف، انا عندي السعوديه بالنسبه لي عندها وقع خاص. عندي يعني صديقتي واعز صديقه لي اعلاميه السعوديه بثينه نصر، من 20 سنه نعرفها، ومن خلالها هي تعرفت برشا على الشعب السعودي، ثقافته، قد الشعب بالحق مثقف، قد الشعب يخطط يغزر القدام. فانا منها هي فهمت انه البلد هذا قاعد يخدم من قبل مش من تو، باش اليوم التفتت ليه الانظار كما قالت آمنة. قياده وشعبا، هي رؤيه 2030 يعني عندها اهداف قاعده تحقق فيهم، ويمكن مشاو شوط كبير، يعني نجم نقولوا 50% من طريق تحقيق اهداف هذه الرؤيه. لبنى، اي هو اللي لاحظوه انه معناتها التفتح على تقريبا العالم الكل، يعني الغربي والشرقي، وخاصه هو جوده معناتها البرامج اللي قاعدين يقدموا فيها، التكريمات اللي يعملوهم، اللي قامت من الفن العربي، معناتها ثم رؤيه واضحه، وثم فما تحس يعني تحس فما يعني جديه في في في, في الاختيار، وفما استراتيجيا. هو فما حلم يحبوا يرجعوه واقع، يحبوا يعيشوه واقع. أكيد. حاجه معناتها تشرف كل البلدان العربيه الحقيقه، يعني حاجه مشرفه برشا. اكيد به لبنى، احنا نعرفوا اللي شهر رمضان نحبوا نسمعوا فيه الاغاني الدينيه. أكيد. قبل ما نشوفوا الحوار مع سعاده سفير المملكه العربيه السعوديه بتونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، ايش قولك نمشي ونسمعوا أغنية دينية، خصوصا إنه المملكة العربية السعودية يحلو فيها، تحلو زيارتها هالفترة هذية، سواء في العمرة، وفما ناس قاعدة تحضر للحج، فهي بلد الحرمين الشريفين. شنو باش تقدم لنا هلا فخفاخ توا؟ احنا اللي اخترنا ابتهالات للنقشبندي، مولاي إني ببابك، أديها هلا فخفاخ بصحبة المجموعة، إن شاء الله تعجبكم. يلا بتشجيعكم السيدة هلا فخفاخ والأغنية، تفضل تفضل. Thank you.
الفنانة هالة فخفاخ اللي هزتنا في عالم روحاني جميل برشا مع يعني سيدات مجموعة طوق الياسمين على محلاهم، سيدات تونس ونساء بلادي، أكيد نساء ونصف
ما شاء الله عليها. كلمينا شو عالم روحاني، انت درجه اخر تولي تبكي. هذيك ربي ليلى من بكري وانا حاسه راي سيبهم معناها. يعني شنو الانسان شنو الملاذ نتاعو هو غير سبحانه ربي يعني. طبعا الله سبحانه وتعالى هو ملاذ كل انسان اكيد. يعطيك الصحه يا هالة بالحق. اذا كان انا تاثرت راهو لانه من جمال صوتك وجمال ادائكم الكل المجموعه ككل. خلينا نحكيوا شويه على توق الياسمين. آمنة، مجموعة توق الياسمين هما النساء كل واحدة في مهنتها ولكن جمعهم حب الفن. أي. المجموعة هذه بدأت في ولاية صفاقس، تقدم كل مرة عرض وإن شاء الله قريبا جدا باش نشوفوهم في مدينة الثقافة وتحديدا في دار الأوبرا في عرض فيه الكثير من الروحانيات. لمنا هو عرض أعطيناه اسم فوانيس الرحمة لانه هو العرض جاء تتويج لي معناتها هي اكسيون كبيره برشا بديناها مع جعفر القاسمي. نشكره برشا لانه تحيه ليه. اي تحيه ليه الحقيقه ما ادخر جهد انه يعاوننا في انسانيا متميز جعفر. متميز ومعناتها اثبت بالحق انه اولا انه التونسي للتونسي رحمه وهذه زدنا تاكدنا منها. وكل مره انا كل معناتها برنامج يعملوا نزيد نفتخر لي انا تونسيه لانه التونسي مهما يكون راهو وقت اللي انسانيا موجود وهذا اثبتوه من خلال الحمله اللي اطلقها جعفر القاسمي لاقتناء حافله هي حلم كل صغيرات لجمعيه المروءه. الحفله هذه معناتها مستحقينها برشا لانه معناتها باش يجموا يجيوا للجمعيه ويلقاو الرعايه اللازمه. دونك احنا التجئنا له وقلنا له نحبوك تعاوننا. الحقيقه ما قالش لا، اطلق الحمله نتاعو هذه وان شاء الله قريب نوصل للهدف نتاعنا وان شاء الله باش نتوجوا الحمله هذه بعرض نهار 5 افريل. وهنا ندعي الناس كل ان شاء الله مرحبا بهم لانه مش يشوفوا برشا فن جو روحاني نمط الموسيقي. اي حلو برشا وباش ان شاء الله فرحه ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله يا ربي. توا حان الوقت باش نشاهدوا مع بعضنا الحوار اللي قمت به في مقر اقامه سعاده سفير المملكه العربيه السعوديه الدكتور عبد العزيز بن علي صقر اللي تحدث فيه على علاقات تونس والمملكة التاريخية والمتينة. تحدث فيه على التحضيرات للعمرة وإحنا كنا نستمع إلى أغنية دينية جميلة جدا وأيضا على رؤية 2030. نشاهدوا مع بعضنا الحوار ثم نعلقوا. صحة شربتكم أعزائنا المشاهدين ومرحبا بكم في هذا الحوار اللي أكيد باش يكون شيق مع سعادة سفير المملكة العربية السعودية بتونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر اللي اليوم متواجدين معاه كامل الفريق في مقر إقامته. صحة شريبتك سعادة السفير. صحة شريبتكم وسعيد جدا بوجودكم السيدة ندى وفريق الليالين المتميز والتلفزة الوطنية وكل عام وانتم بخير في هذه المناسبة شهر رمضان المبارك. واسمحوا لي أن استهل هذه الحلقة من بيت السعوديين في تونس بتقديم خالص التهنئة لبلدينا الشقيقين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة شهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير سعادة السفير. أكيد احنا سعداء دائما أنه البداية في كل موسم من مناوعة ليالينا تكون مع المملكة العربية السعودية بلد الحرمين الشريفين. ونعرف أنه المملكة سعادة السفير دائما تقوم باستعدادات مهمة جدا سواء للعمرة أو لموسم الحج ليكون كالعادة موسم الحج ناجح ككل السنوات السابقة أو حتى أكثر نجاح. ما يتعلق بموضوع العمرة والحج هي واحدة من الأولويات لدى السياسة السعودية ولدى القادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله منذ يومين وصل إلى مكة المكرمة والطاقم الوزاري الحكومي للإشراف على برنامج المعتمرين في شهر رمضان المبارك والاستعدادات للحج
هناك إشراف مباشر من سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء على هذا الموضوع، إشراف مباشر لأعمال العمرة والحج. هناك استعدادات كاملة لكافة الأجهزة الحكومية في مكة والمدينة وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع العمرة والحج، وهي لا تقتصر على الشأن الحكومي فقط وإنما تمتد إلى المواطنين والمقيمين. هناك أعداد كبيرة من المتطوعين السعوديين والمقيمين الذين يساعدون، والشقيقة تونس إحدى الدول التي لديها اهتمام بالغ بموضوع العمرة. في عام 44 السنة الفارطة يعني تجاوز عدد المعتمرين 78 ألف معتمر من الشقيقة تونس في الأشهر الفارطة أو الماضية من سنة 1445 وصلنا إلى 47 ألف معتمر. هذا دليل على أنه هناك رغبة لأداء العمرة وأن هناك استعدادات من حكومة المملكة العربية السعودية لاستقبال المعتمرين من كافة أنحاء العالم. وفي يعني هذا المجال ونحن نتحدث عن العمرة في الرؤية المباركة رؤية 2030 ارتفع عدد المعتمرين سنويا من 64 مليون إلى 84 مليون معتمر سنويا، وهذا رقم قياسي جدا. وجد الأرضية المناسبة لكافة الاستعدادات والتجهيزات في مكة وفي المدينة وفي الرعاية الكريمة وفي المتابعة الوثيقة من الوزارات المعنية في الدولة. نعرف اللي سعادة السفير علاقات مهمة ومتينة وعريقة تجمع بين تونس والمملكة العربية السعودية، وفما دائما حرص على استمرارية العلاقة هذه ما بين البلدين، وحرص على أنه هالعلاقة هذه تستمر وتتطور في كل مرة في كل المجالات. العلاقات السعودية التونسية إرهاصاتها تعود إلى مرحلة ما قبل الاستقلال، الحبيب بورقيبة، تأسيس المملكة العربية السعودية، الملك عبد العزيز المؤسس بن عبد الرحمن رحمه الله، الدعم المتبادل في مرحلة التأسيس في الأمم المتحدة، زيارات القادة الحقيقة من البلدين الشقيقين المتبادلة، كلها الحقيقة أسهمت في أن نصل بهذه العلاقات إلى هذه المرحلة المتميزة المتنامية. كان آخر هذه الزيارات زيارات سيدي خادم الحرمين الشريفين للشقيقة تونس، زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى تونس. الحقيقة العام الماضي شهدنا عدد كبير من الزيارات للمسؤولين السعوديين، يعني وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، رأس اللجنة المشتركة السعودية التونسية، حضر من الجانب السعودي رجال أعمال مجلس رجال الأعمال السعودي التونسي ما يتجاوز 95 رجل أعمال سعودي، التقوا بنظرائهم في الشقيقة تونس، تم تشكيل مجلس الأعمال السعودي التونسي، تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين في مجالات مختلفة، في مجال النقل، في مجال الزراعة، في مجال المياه، في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال الثقافة. الحقيقة عقب هذه الزيارات زيارات متعددة، حقيقة زيارة سمو وزير الداخلية ولقائه مؤخرا ولقائه بفخامة الرئيس قيس سعيد، زيارة وزير الحج والعمرة وهي أول زيارة لوزير حج وعمرة من المملكة العربية السعودية للشقيقة تونس، وتوقيع اتفاقية مع الجانب التونسي وترتيب موضوع الحج والعمرة وإقامة معرض للحج والعمرة في الشقيقة تونس، واستعراض موضوع نسك وهو من المحطات المهمة في الحج والعمرة التي تقدم للمعتمر والحاج والزائر كافة الخدمات والتسهيلات والخيارات المتعددة لذهابه إلى الحج والعمرة والزيارة بما يتناسب مع دخله وبما يتناسب مع التوقيتات المناسبة للحاج أو المعتمر. ثم هناك زيارات متعددة الحقيقة، وهي الزيارة المهمة كان هناك زيارة لوزير المالية
في المملكة العربية السعودية ولقاءه مع نظيرته في الشقيقة تونس وتوقيع اتفاقية، ثم عقبها زيارة لرئيس الصندوق السعودي للتنمية لتوقيع عدد من الاتفاقيات، زيارات وزير الصحة الحقيقة قبل شهر رمضان بأيام كان موجود في المملكة العربية السعودية في الشقيقة تونس وزير المملكة الصحة في المملكة، التقى فخامة الرئيس، تحدثوا عن الشأن الصحي، عن مساهمات المملكة الحقيقة في 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 تونس، تحدثوا عن عدد من المستشفيات، مستشفى الملك سلمان، وإن شاء الله يعني قريبا إن شاء الله خلال الشهر القادم سوف تبدأ أعمال الأشغال في في القيروان، هناك مستشفى في سبتة والجيم، هناك عدد من المشاريع المتعددة. يعني في المقابل وحتى لن نقتصر على زيارات الوزراء السعوديين، هناك وزراء يذهبون إلى المملكة العربية السعودية، وزير الخارجية كان بالأمس القريب موجود في المملكة العربية السعودية، كانت وزيرة المالية، كان وزير الفلاحة، كان وزير النقل، كانت وزيرة الثقافة، الحقيقة عدد من زيارات متبادلة، زيارات متبادلة، وهذا صحيح. دليل على تنامي العلاقات بين البلدين. إن شاء الله سعادة السفير تدوم هذه العلاقات المتينة والتاريخية، ودائما تكون فما استمرارية وتطور جميل بين البلدين. تعرف سعادة السفير أنه احنا في شهر رمضان المعظم نحب الأجواء التقليدية، الأجواء اللي عندها علاقة بالتراث، وأنا منذ دخولي إلى مقر إقامة سعادتك شفت يعني جمالية في ديكور موجود فيه الصبغة السعودية التراثية، اللي هو يمكن تقام في مقر الإقامة من أجل يوم التأسيس، ولكن ما فيها بيس، وإحنا في الشهر الفضيل هذايا نعطيو عليه فكرة لسادة المشاهدين، ننتقلوا نشوفوا سعادة السفير بكل سرور. سعادة السفير واحنا في بيت السعوديين وفي هذا الديكور الجميل اللي قاعدين نشاهدوا فيه مع شاشة اللي نشوفوا فيها مكة المكرمة والكعبة الشريفة، نحب نحكي مع سعادتك على عادة حرصت انها تكون موجودة في شهر رمضان، هي دعوة الإفطار للجالية السعودية اللي موجودة في تونس وأيضا لشخصيات من تونس. هالعادة هذه شنو السر اللي فيها سعادة السفير؟ الحقيقة السر فيها أنه شهر رمضان مبارك لا يمكن أن يمر على بيت السعوديين في تونس دون دعوة الجالية السعودية في تونس ودعوة الأشقاء في تونس على المستوى الرسمي والثقافي والفني والرسمي والإعلامي والشعبي للإفطار الرمضاني السنوي، وهي عادة سنوية الحقيقة في سفارة المملكة العربية السعودية في تونس. السفير يشرف بأعضاء البعثة بترحيب بضيوفهم وتناول طعام الإفطار مع الجميع وتبادل الأحاديث، يحضرها كوكب الحقيقة من بعض الوزراء والسفراء الدول العربية والإسلامية. أتمنى أن تستمر هذه العادة إن شاء الله في 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 خلال تواجدي في الشقيقة تونس ومع السفراء القادمين إن شاء الله. هذه هي رسالة المملكة العربية السعودية لأشقائها في الشقيقة تونس وفي العالمين العربي والإسلامي، الدعوة إلى الالتقاء والتسامح وتبادل الأحاديث والتذكير بفضل الله سبحانه وتعالى علينا بأن بلغنا هذا الشهر صيامه وقيامه. نتطلع إن شاء الله نرى الجميع إن شاء الله في بيت السعوديين على مائدة الإفطار إن شاء الله. إحنا توا سعادة السفير باش ننتقلوا إلى مكان آخر، لأنه لازم نحكي على التطور والنهضة المدهشة اللي تعيشها المملكة العربية السعودية والرؤية 2030 أكيد إن شاء الله بكل سرور. سعادة السفير أكيد ما نجموش نختموا اللقاء هذايا الجميل والحوار من غير ما نحكيه على رؤية 2030، هذه الرؤية اللي هي حلم بدأ يتحقق، إنجازات مهمة تنموية كبيرة، نهضة مدهشة. الآن المملكة العربية السعودية هي حديث العالم.
احنا في المملكة العربية السعودية خادم الحرمين عندما أمر بهذه الرؤية ثم وجه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالإشراف المباشر على هذه الرؤية 2030 حتى أضحى هو عراب الرؤية. الحالمون في المملكة العربية السعودية الشباب السعودي والشابات 70% من عدد السكان لديهم طموحات ولديهم آمال، وجدت الأرض الخصبة لدى سمو ولي العهد بالعمل والمثابرة وتحقيق الأهداف والممكنات. هذه الرؤية هي طموح الشعب السعودي وهي غايات مهمة جدا لتحقيقها بالعمل والإنجاز وتحقيق ما تصبو إليه القيادة وما يطمع إليه الشعب السعودي من تحقيق الأهداف هذه الرؤية. الرؤية لا تقتصر على مجال واحد، إنما تشمل كافة مناحي الحياة. من أهداف هذه الرؤية هو تعزيز القيم الإسلامية والروح الوطنية، ولذلك كان من أهم أهداف هذه الرؤية هي الحرمين الشريفين مكة والمدينة، تطويرها، الاهتمام بها، جعلها أولوية من أولويات هذه الرؤية، ثم الانتقال إلى أهداف الرؤية الأخرى المتمثلة في الإنسان السعودي والإنسان المقيم على أرض المملكة العربية السعودية في كل المجالات. في المجال الصحي نحن تجاوزنا كثير من الأهداف الموضوعة في الرؤية، في مجال التقنية، في الرقمنة، في مجال الحكومة الإلكترونية، في مجال سدايا وبشهادة دولية من المؤشرات الدولية لسدايا وهي موضوع مهم جدا في الذكاء الاصطناعي. في المجال الاستثماري الحقيقة المملكة العربية السعودية عقدت العديد من الاتفاقيات الاستثمارية واللجان المشتركة ومجالس الأعمال مع كل دول العالم. في المجال الثقافي ونحن في ليالينا نتحدث عن الثقافة، فنتحدث عن 11 هيئة ثقافة موجودة في المملكة العربية السعودية في مجال السينما، في مجال الكتاب، في مجال التراث، المسرح، الأفلام، كل أنواع الفنون الحقيقة. وهناك مشاركات مع الجانب التونسي في هذا المجال. نتحدث عن التعليم، عن تطوير التعليم، نتحدث عن تطوير الناتج غير المحلي، الناتج غير النفطي في المملكة العربية السعودية وارتفاعه لتحقيق مستويات متزايدة في الدخل في الناتج القومي والدخل القومي. نتحدث عن زيادة المحتوى، وعندما نتحدث عن زيادة المحتوى نتحدث عن زيادة إسهامات المواطن السعودي في الاقتصاد السعودي وفي الفكر السعودي وفي الثقافة السعودية. نتحدث عن المرأة، تمكين المرأة واهتمام المرأة وتطور دورها، الرعاية الكريمة لدور المرأة في المملكة العربية السعودية أصبحت تضاهي العديد من الدول. نأتي لموضوع مهم جدا سمو ولي العهد أولاه أهمية قصوى لنجاح هذه الرؤية، وهو موضوع التشريعات القضائية أو في مجال الاستثمار أو في مجال الرقمنة أو في مجال تنفيذ الأحكام. كل هذه التشريعات سواء والاستثمارية تضع المملكة العربية السعودية محط لأنظار العالم، ولذلك كل هذه الممكنات ساهمت في أن المملكة العربية السعودية حظيت بفوز رائع جدا في إكسبو 2030. صحيح. فازت من الجولة الأولى بعدد كبير جدا من الأصوات، 119 صوت تحصل للمرة الأولى. نحن إن شاء الله بصدد تنظيم كأس العالم. إن شاء الله 34. نحن في المملكة العربية السعودية نرحب بكل العالم بكل الود، بكل التقدير، بكل الاحترام، في جو يسود التسامح، يجود السلام. يعني هذه رسالة وجهها كسفير للمملكة العربية السعودية لكل التونسيين بزيارة المملكة العربية السعودية بكل الود والترحاب. هم جزء من رؤية المملكة 2030. سمو ولي العهد أكد في أكثر من لقاء أنه هذه الرؤية هي رؤية للعرب وللمسلمين وللشرق الأوسط ولشركائنا في العالم. أكيد تحديات كبرى ما زالت قدامكم، وأكيد أهداف حققت
وأهداف بإذن الله ستتحقق من هنا لـ 2030. بسعة السفير سفير المملكة العربية السعودية كلمة الختام. أولا كلمة الختام أنه كل عام أنتم بخير، كل مواطن تونسي ومواطنة تونسية بخير. أتطلع أنه إن شاء الله هذا الفريق فريق ليالينا أن ألتقيكم إن شاء الله في موسم رابع إن شاء الله. إن شاء الله في المملكة العربية السعودية. إن شاء الله في المملكة العربية السعودية. أؤكد أنه في ختام هذه الحلقة الرائعة أنه المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على تونس الشقيقة، تدعمها بكل ما تستطيع لنموها وتنميتها واستقرارها. نحن نثق في علاقات بلدينا، نثق في العلاقة الحميمة والصديقة بين أشقائنا في المملكة العربية السعودية على المستوى الشعبي بين القيادتين في البلدين الشقيقين. نتطلع نحن كسفراء وكتنفيذيين أن نكون جزء من هذه النجاحات، نعمل على توطيدها والصعود بها إلى أعلى المستويات إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك سعادة السفير سفير المملكة العربية السعودية الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر على هذا الحوار الشيق والممتع والمختلف على المواسم السابقة. يعني كنا متواجدين في أكثر من مكان، دام عزكم دامت علاقاتنا إن شاء الله متينة وجيدة. توا نرجو أعزائنا المشاهدين أكيد إلى أجواء بلاتو منوعة ليالينا. كان هذا الحوار الخاص اللي قمت به مع سعادة سفير المملكة العربية السعودية الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر من مقر إقامته. نحب نوجه له تحية كبيرة على حفاوة الاستقبال لكل الفريق، وهذا مش غريب على شعب المملكة. كريمة، انت زرت المملكة أكثر من مرة. أكثر من مرة بعد الانفتاح 5 مرات تقريبا، وكل مرة تكتشف حاجات، لأنه احنا ساعات نكونوا محصورين في صورة نمطية للأسف. لكن لما تكون أنت على عين المكان تكتشف أولا فما ثقافة عالية عند الشعب السعودي، شعب يقرأ رجالا ونساء، فما نسبة الشباب كبيرة برشا معناتها، ومتعلمين وفما المبتعثين وفي 70% شباب، يعني المسؤوليات الكبيرة عند سعوديين في الإدارات الكل، معناتها فما توطين كبير، فما كفاءات سعودية قاعدة ماخذة بمقالة السلطة، وكذلك في الإدارات وكل موجودين سعوديين. مؤخرا كنت في المنتدى وتزامن حضورنا في المنتدى السعودي للأعلام مع يوم التأسيس، يعني فما كذلك اهتمام بالتاريخ والتراث كبير برشا في السعودية. يعني الاهتمام بالتاريخ والماضي والتراث، وفي نفس الوقت الاهتمام العين بالحديثة. على الغد، عينهم على الغد بامتياز. وكي تمشي وتحكي تحسوا شعب مثقف كما قلنا بدرجة عالية، شعب يعرف لوين يحب يمشي، هذا مهم. حاجة أخرى كريمة، فما زادة مسألة تمكين المرأة في السعودية. تمكين المرأة هذا اللي بدأ من سنوات، راهو بدأوا يخدموا عليه وأصبحت ثقافة، يعني صار مكانة المرأة في السعودية عندها قيمة، والمرأة السعودية تتشارك وتنجح ووصلت مناصب ايضا هامه برشا قياديه. ففرحانين ياسر احنا باللي صاير اليوم، وفخورين زادة أكيد، لأنه المرأة التونسية دائما كان ينظر لها أنها الإمرأة العربية المتميزة، ولا زالت ما شاء الله المرأة التونسية. ولكن نفرح زادة كي نشوفوا المرأة العربية في أي بلد كان عندها قيمتها وعندها دورها القيادي المهم جدا. بالضبط، خاطر هي كانت معناتها الراي اللي كانوا السعوديات كانوا محرومين حتى من السياقه في فتره ما. اي صحيح، حتى انه اليوم ما تاخذ مع حريتها في السياقه وتسوق وحدها وكل هذه حاجه زاده مهمه. فما حاجه اخرى كذلك زميلتي العزيزه، اكيد انه لما نشوفوا احنا في التلفزه كي تتفرج انت في الاعلام
تعرف شو صاير في البلد يعني صحيح. يعني قاعدين يواكبوا الاعلام هو مرآة كل ما يحدث اكيد وانت كنت موجوده في الدوره الثالثه لمنتدى السعودي للاعلام بالفعل. وانا سعيده جدا الليله في منوعه ليالينا عربيه اللي نقدموا فيها بطاقه حب للمملكه العربيه السعوديه، ويشرفني جدا انه يكون معنا الاستاذ محمد فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون ورئيس المنتدى السعودي للإعلام عبر الهاتف. ألو صحة شريبتك. صحة شريبتك أستاذنا العزيز. يا هلا وسهلا، حياكم الله وسلامي لكم وللجميع ولإخواننا وأصدقائنا في تونس كلها. سعيدة جدا بوجودك معنا أستاذ محمد. أكيد المنتدى في دورته الثالثة كان حديث كل الإعلام العربي وأيضا الأجنبي، لأنه كان فرصة لتلاقي العديد والعديد من الخبرات والجنسيات والضيوف من كل العالم. كان نذكره أستاذ محمد كيفاش ولدت فكرة منتدى الإعلام السعودي اللي تكون يعني هالدورة هذه سنويا، الفكرة كيف طبعاً ولدت؟ نعم. الحقيقة طبعا المنتدى السعودي للإعلام هو تظاهرة إعلامية نحرص عليها. بدأت الفكرة من أنه السعودية بلد هناك حراك كثير إعلامي وتنموي و سياسي واجتماعي، وكما تعلمين الإعلام يمثل مرآة لهذا الحراك ولهذا التغير والتحول. ومن هنا كان حرصنا أن يكون في منتدى إعلامي، أولا نجمع الإعلاميين من مختلف دول العالم يجتمعون ويصير هناك نوع من التلاقي والنتوركينج والعلاقات بين الإعلاميين، والآخر أيضا أن نناقش قضايا الإعلام، مستقبل الإعلام، التحديات اللي بتواجه صناعة الإعلام. ومن هنا انطلقنا في هذا المنتدى الذي بدأ في نسخته الأولى في 2019 وحقق منذ بدايته تفاعل كبير، وحرصنا على استمراريته بحيث يحقق الهدف الأساسي وهو أن يكون هناك منصة يلتقي فيها المهتمين بالإعلام وصناع المحتوى والمثقفين في مكان واحد يناقشون قضايا الإعلام ومستقبل الإعلام كنوع من تطوير الصناعة والنظر إلى مستقبل الاستشراق المستقبلي. شعار المنتدى أستاذ محمد هو الإعلام في عالم يتشكل، هذا الشعار الثابت والمتجدد كيف ما دائما تعبر في تصريحاتك. هذا المنتدى في نسختها الثالثة، ما هي أهم الأهداف اللي سعى لتحقيقها وما مدى أهمية الأهداف هذه اللي حققها بالنسبة للإعلام ككل في المملكة العربية السعودية؟ هو بالتأكيد الإعلام في عالم يتشكل، احنا نشوف العالم يتشكل بشكل جديد سواء على المستوى الأقطاب والمحاور السياسية في العالم، على مستوى التكتلات السياسية، على مستوى صناعة الإعلام بالتقنيات الحديثة وآخرها الآن الذكاء الاصطناعي وهذا العالم الجديد والفضاء الجديد اللي بندخله. فهذا العالم الذي يتشكل بنظرة شمولية لابد أن يصاحبه إعلام يتشكل أيضا هو بشكل جديد، ومن هنا كان الإعلام في عالم يتشكل يعكس هذا المحتوى وهذه الفكرة. النقطة الأخرى وكانت القضايا المهمة التي طرحت فيها هو كيف للإعلاميين أن ينظروا إلى مستقبل الإعلام في ظل هذه المتغيرات كلها، وماذا يجب على المؤسسات الإعلامية أن تستعد لهذا التحول الدراماتيكي إذا صح التسمية، التحول البنيوي في الصناعة الإعلامية. من هنا كان أكثر من جلسة تخصصت في شكل الإعلام الجديد وملامح الإعلام وأيضا تجارب عالمية من دول مختلفة سواء في الدول شرق آسيا أو في الدول غرب أو في الدول الإسكندنافية، قدمت تجارب كمؤسسات إعلامية ماذا استطاعت أن تعمل في هذا الإطار وكيف تأقلموا مع هذه المتغيرات. ومن هنا كان للمنتدى السعودي للإعلام نقاشات كثيرة وموسعة، وحرصنا أن يصاحبوا أيضا معرض مستقبل الإعلام وهو أيضا ينظر إلى مستقبل الإعلام من ناحية التقنية والمتغيرات، وسوف نحرص على استمرارية المعرض والمنتدى بحيث يكون متزامنان في وقت واحد.
مهم جدا يعني تحقيق هذه الأهداف، خصوصا ونحن اليوم نشاهد السعودية كيف ما كنا نحكي والمملكة العربية السعودية تشهد نهضة على كل المستويات. إلى أي مدى ساهم هذا المنتدى الإعلامي في تحقيق أهداف الرؤية 2030 أستاذ محمد؟ الحقيقة الرؤية 2030 هي يعني رؤية شاملة للتغيير الاجتماعي وثقافي واقتصادي، بحيث أن تعمل نقلة نوعية في هذا الإطار، والإعلام جزء من هذا النسيج الكامل المتكامل، وبالتالي الإعلام في جانب تطويري كبير للرسالة الإعلامية وللأهداف الإعلامية التي يحققها. أيضا هناك جانب تطوير للمؤسسات الإعلامية ولصناعة الإنتاج في السعودية. الآن هناك اهتمام كبير من توجه الدولة لدعم صناعة الإنتاج، بحيث أن يكون السعودية والرياض عاصمة للإنتاج وتستقطب الشركات العالمية في هذا المجال. والجانب الآخر أيضا هناك الجانب التدريبي والتطويري للكفاءات الإعلامية، وكنا افتتحنا أكاديمية للتدريب الإعلام في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وأيضا وكالة أنباء السعودية افتتحت أكاديمية إخبارية وأكثر من أكاديمية، لأن هناك توجه إذا أردت أن تصنع صناعة إعلامية متطورة يجب أن تركز على بناء كفاءات إعلامية متمكنة. ومن هذا المنطلق هناك اهتمام في هذا المسار، ويمكن المنتدى السعودي للإعلام أطلق أكثر من مبادرة في هذا المجال، مبادرة كل مذيعا لإعطاء الفرصة للشباب والشابات المذيعين أن نكتشف المواهب الإعلامية، وأيضا مبادرة إنتج وهي تكشف المواهب في عالم الإنتاج وصناعة الإنتاج. كلا المبادرتين حققت نتائج إيجابية واكتشفنا مواهب إعلامية، ومن خلال المنتدى السعودي للإعلام والمؤسسات الإعلامية تم تبني هذه المواهب ودعمها وتدريبها وإعطائها فرص للعمل في مجالات مختلفة، لأنه نحن نجد أنه هو هذا الخيار المستقبل. واضح أستاذ محمد، أكيد من دورة إلى أخرى تكبر المسؤولية، وأكيد المسؤولية لما تكبر الأهداف لازم تكون أوسع وعلى نطاق يعني أهم من نجم نقوله. ماذا ننتظر من الدورة القادمة بإذن الله من المنتدى السعودي للإعلام؟ نحرص تماما أن يكون المنتدى يمثل منصة دولية، يأخذ البعد الدولي بحيث يطرح قضايا دولية في كل ما يتعلق بالإعلام، وليس بس في الإطار الإقليمي ولكن في الإطار الدولي. يكون هناك تركيز على معرض مستقبل الإعلام، بحيث سوف ندعو الشركات العالمية من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في معرض مستقبل الإعلام واستشراف المستقبل من ناحية التواجد الإعلامي. وسوف يكون هناك مسار مهم جدا أيضا لتبني الجانب الإعلامي، إعطاء فرص من كل المناطق للحضور والمشاركة وطرح الآراء وبناء العلاقات. هذا التوجه الأساسي والاستراتيجي لتطويره حتى يكون منصة دولية كبيرة نفتخر فيها جميعا. شكرا لك أستاذنا العزيز الأستاذ محمد فهد الحارثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة ورئيس المنتدى السعودي للإعلام. نخلي لك كلمة الختام أكيد. شكرا لكم جزيلا، شكرا للمشاركة، ونحن يعني ننظر إلى تونس بعين الحب وبعين الأخاء للعلاقات التي تربطنا فيها، وللحضور والنجاح التونسي في أي مجال هو نجاح للسعودية، وكذلك أي نجاح سعودي هو نجاح لتونس، ونحن متفائلين بالمستقبل أن يحقق نقلة نوعية دائما في الأخوة والمحبة والأخاء والعلاقات الثنائية. شكرا سيدي، شرفتنا بحضورك حتى عبر الهاتف مباشرة في منوعة ليالينا العربية، وإن شاء الله مزيدا من النجاح والتميز سواء في الهيئة التلفزيونية للمملكة وأيضا في هذا المنتدى اللي صار حديث كل الإعلام العربي والأجنبي. شكرا لك سيدي، شكرا، إلى اللقاء. شكرا. نواصلوا أكيد الأجواء، أجواء منوعة الليالينا عربية هذه الليلة مع المملكة العربية السعودية، ونمشيوا النغم
لمطرب العرب فنان العرب محمد عبده أكيد إبعاد كنتوا باش نستمتعوا بها بصوت الفنانة آمنة فاخر.
عشري بعمري رضاك وليلة فنانة إمنة فاخر على هذا الأداء المتميز بهذا الحضور الجميل والصوت الجميل وأغنية يعني جميلة جدا. أغنية تربينا عليها. تربينا عليها. ذكرها من لنا عمري 8 سنين ذولي غنيتها في التلفزة. بالحق. من الأغاني اللي نحبهم برشا وأكيد فماش حد ما يحبش محمد عبده. فنان العرب فقعدت في ذاكرتي ديما نقعد عندي حنين خاص. الكلنا بالحق للاغنيه هذيا اجيال واجيال يعني تحس اللي تتناقل قاعده من جيل الى جيل وابو نوره ما شاء الله يعني الى الان ناشط ويقدم في اغاني ما شاء الله عليه ومحبوب برشا يعني ما شاء الله عليه اكيد احنا بكري حكينا على منتدى الاعلام السعودي وعملنا ترتيحه موسيقيه لكن توا باش نعملوا ترتيحه عبر هذه الفقره المسجله اللي انت كنت موجوده في المنتدى وعملنا الدوره الثالثه بالفعل كنت قدملنا عملنا جوله مميزه جدا الحقيقه وقبيله سي الحارث يحكي على مستقبل الاعلام والمعرض برشا تفاصيل في هذا اللقاء السريع حاولنا انه نقدموها للساده المشاهدين ونحب نحيي كل الزملاء في هيئه الاذاعه والتلفزيون السعوديه اللي امنونا التصوير ويعطيهم الصحه كانوا سند لينا في المنتدى وكانوا سند لينا زادة من خلال منوعة ليالينا بالمادة اللي كل مرة يقدموها لنا أكيد في التنسيق بالفعل. نشوفوا مع بعضنا الفقرة المسجلة الخاصة بالمنتدى الدورة الثالثة المنتدى الإعلامي السعودي ثم نواصل أجواء منوعة ليالينا عربية الإعلام السعودي في نسخته الثالثة الحمد لله احنا شهدنا تطور كبير في هذا المنتدى ومن حيث المحاور والضيوف والجلسات سعيدة بهذا التطور نطمح للمزيد أكيد تحية لأهلنا بتونس كلهم منحبها هالبلد الجميل تواصل جدا مهم التبادل الخبرات على مستوى خارج نطاق الجلسات يعني الجلسات جدا مهمة التحاور خلال الجلسات توجيه وجهات نظر على مستوى عربي شامل مش مجرد جهة معينة وخط تحريري معين جميل جدا بفتح لك الآفاق حقيقة ما نجمش نوصف الأشياء الموجودة الآن في الرياض هذه فرصة وهذه دعوة لكل تونسي عنده نعرف أنا شوية المجال الإنتاج في تونس صعيب كل تونسي عنده رغبة أنه ينطلق يجي للرياض في الوقت الحالي السعودية الآن هي نقطة انطلاق للعالم الإعلامي
ما تشاهدين في هذا المنتدى يدل على أن السعودية الآن تتخطى وتسابق الزمن في عالم الإعلام، الإعلام القديم والإعلام الجديد. هم يصنعون الآن بإخوانهم العرب وإخوانهم في هذا العالم إعلام جديد، فيه تقنية، فيه محتوى، تقدم شيء جديد إن شاء الله، وهذا ما نراه مع هذه الكوكبة من الإعلاميين والشركات الإعلامية. فاليوم قدرت أني أنا أكون مقدمة برامج، إن شاء الله يا رب أني أقدر أوصل لقلوب الكثير بإيصال الرسائل الهادفة، وهذه نقطة جدا مهمة، لأنه أنا بديت في الإعلام بأني أنا أنشر التوعية القانونية. وفي النهاية الأسرة، أنا اليوم أقدم برنامج اجتماعي والأسرة هي نواة المجتمع، فمن خلالها أنا قاعدة أتقدم وإن شاء الله أتقدم أكثر وأكثر في التقديم. وجودنا بالرياض بحتم علينا أنه نحن نكون موجودين بهذا المعرض. طبعاً عندنا كمان مشاركة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون بالسعودية، عندنا برامج عم ننتجهم لهيئة الإذاعة والتلفزيون محطة SBC، تواجدنا لحتى نكون معهم ونكون كمان حدهم بهالمعرض يلي هن منظمينه. أكيد عم نعمل إنتاج بالكامل من الألف للياء، يعني حتى الفكرة بنكون نحن عاملينها وبتنعرض على المحطة. وهلا صرنا عدة في برنامج اسمه هذا مكانك، هيدا الموسم الثاني له، وهلا عم نجدد الموسم الثالث مع الإعلامي هشام الهواش. هذا البرنامج اخد صدى كثير حلو، نحن مبسوطين كثير اول مره بينعمل هالنوع من البرامج بالسعوديه. بصراحه هذه السنه في اسماء، وجود لاسماء مهمه جدا وبارزه في الاعلام. نلاقي كمان ايضا من الاشياء اللي مره لفتتني هي تنوع المواضيع. اليوم الشخص المهتم بالاعلام الرياضي موجود، الاعلام التقني موجود، فجمعوا كل المحاور اللي تتعلق بالاعلام. وكمان صار في جلسات موجودة في المنصة الرئيسية، وكمان في هبس أو هذه الأماكن اللي هي ورش العمل أو حتى الجلسات اللي على نطاق حميمي تكون تخلينا نتعرف أكثر ونكون قريبين من طلبة الإعلام. الحالة اللي نعيشها اليوم في الرياض تحديداً، الرياض صار مو يعني مدينة ومركز محوري مو بس للعالم العربي، لأوسع من كذا. إحنا في السعودية محتاجين إلى تواصل أكثر، خاصة مع تونس، مثقفين تونس، الناشطين في تونس، المؤثرين في تونس، الفنانين تونس، شعراء تونس، كل الرموز في تونس، إعلاميين تونس، أنه يكونوا موجودين في الرياض في تواصل حقيقي. نفس الفكرة، صوت السعودي أنه يكون حي. إحنا محتاجين إلى تقارب أكثر، نحتاج إلى تواصل أكثر لتضخيم في شيء يسوى عندنا وفي شيء يسوى عندكم. محتاجين إحنا اللي عندكم، وأزعم أنه في شيء عندنا ممكن نقدمه إلى أهلنا في تونس. الإعلام جسر مهم بين الشعبين. نعود من جديد إلى أجواء منوعة ليالينا عربية، وكانت هذه فكرة شافية على منتدى الإعلام السعودي في دورته الثالثة. وأكيد برشا كلام مهم جدا على تأثير الإعلام وأهمية الإعلام في ربط الشعوب، لأنه احنا من خلال الإعلام نتعرفوا على بعضنا يعني، وبرشا قاعدين يكتشفوا في السعودية الآن من خلال كل المنابر الإعلامية الموجودة. تحية مرة أخرى لكل الزملاء فهيئة الإذاعة والتلفزيون، لأنهم بالحق كانوا مميزين في العمل الحقيقة. تحية لكل اللي كانوا حاضرين في المنتدى، وشخصيات مثقفة جداً من المملكة العربية السعودية ومن العالم العربي والعالم ككل كانت موجودة في هذا المنتدى. ومن بين الشخصيات اللي أنا سعيدة جدا اليوم أنه تكون عندي معهم مصافحة عبر الهاتف مباشرة، هذه الشخصية المثقفة اللي عندها رحلة حلم أصبح واقع، من الطب إلى شغف الكتابة والكتابة الصحفية على أعمدة الصحف. سعيدة هذه الليلة باستضافة الكاتب القدير حمود أبو طالب. مساء الخير دكتور. أهلا، مساء الخير أستاذة ندى، كل عام وأنتم بخير.
تفضل تفضل. مساء الخير ومرحبا بيك في منوعات ليالينا عربية اللي اليوم باش نقدموا فيها أكيد بطاقة حب للمملكة العربية السعودية الفخورة كذلك بمثقفيها، وسعادتك واحد منهم يعني ما شاء الله عليك. شكرا شكرا جزيلا على الاستضافة، ونقول للشعب التونسي الشقيق كل عام وانتم بخير، وان شاء الله بامن والسلام ومحبه، ولتونس الثقافه والفكر والرقي والجمال، ارضا وانسانا ان شاء الله دائما بخير. وانا سعيد جدا بالاستضافه هذه. يعيشك، نحن الأسعد اكيد. مسيره ثريه ما شاء الله، عنوانها الشغف الجرأة والتميز. أكيد الكاتب الصحفي ليكون متميز لازم يتصف بصفات معينة دكتور حمود، ما هي أهم الصفات التي لابد للكاتب الصحفي أن يتميز بها ليحقق ديمومة النجاح؟ أولا شكرا على هذا الإطراء أستاذة ندى، أتمنى أن أكون أستحق بعضه فقط يعني، ولكن أستطيع القول أنه عبر رحلة طويلة من الكتابة الصحفية يعني قاربت 25 عاما الآن، يعني هناك قواعد أساسية أعتقد يجب أن يلتزم بها أي كاتب يريد الاستمرار ويريد المصداقية. يعني في جانب مهم جدا يعني أود التنويه عليه، وأن أي كاتب يريد أن يكون جيدا لابد أن يكون في البداية قارئ جيد، أيضا لابد أن يكون الكاتب دائما على استزادة بالمعلومات بالثقافة بالقراءات المختلفة، لأن هذه الحصيلة هي ذخيرة التي يستخدمها أيضا في كتاباته. الشيء الثاني أيضا أن لا يتعالى الكاتب على المجتمع، بمعنى يعني أن يكون من المجتمع وقريبا من المجتمع، أن يشعر بآلام الناس بهمومهم بتطلعاتهم بأحلامهم، لابد أن يكون هناك تماس مباشر يعني وثقة متبادلة بين القارئ بين الكاتب والقارئ. هذه نقطة مهمة جدا أيضا. الشيء الآخر أيضا هناك عوامل عديدة، ولكن نستطيع أيضا إضافة إلى ذلك أن يكون موضوعيا أيضا لكي تكون مقبولا، يعني نقدك أو تحديثك عن الشأن العام عن هموم المجتمع وقضايا، يجب أيضا أن يكون الحديث موضوعي، بمعنى أن يكون حديث متعقل، أن توصل الرسالة يعني بشكل صحيح يعني. فهذه بعض العوامل، هناك عوامل كثيرة يعني جدا مع الاستمرارية يكتشفها الكاتب من وقت لآخر. دكتور حمود، أكيد من يتسم بالجرأة والبحث عن موطن الداء من أجل الإصلاح أكيد يتعرض إلى ضغوطات عديدة في بعض الأحيان، كيف يتجاوز الدكتور حمود أبو طالب هذه الضغوطات ويستمر في الكتابة بنفس القيمة بنفس الأهداف بنفس الجرأة؟ الحقيقة هذا السؤال مهم أستاذة ندى، ورب يحتاج إلى حديث مستفيض، ولكن يعني شيء معروف لأي كاتب أنه أحيانا يعني هو يمشي يعني أحيانا في حقل من الأشواك، بسبب يعني أحيانا سوء الفهم، أحيانا المبالغة في التأويل أو خطأ التأويل، أحيانا يعني بقصد أو بدون قصد تحريف الرسالة التي يحملها مقال الكاتب إلى مسار آخر، يعني هذه أشياء تحدث، والكاتب مع الوقت لابد أن يعني يكتسب خبرة في كيفية التعامل مع هذه المواقف. ولكن هناك حقيقة أنا أود يعني التأكيد عليها، إنه من خلال المسيرة الطويلة هذه يعني إنه
يعني كبار المسؤولين مثلا يعني ننتقد احيانا ملاحظات على بقصد الاصلاح، بقصد التحسين، بقصد التطوير. فيعني نلقى يعني من المسؤولين الكبار في الدوله حقيقه، انا اتكلم على المستوى الاعلى، يعني كل تفهم واحيانا تصحيح بعض المعلومات اذا كانت لديك، وبالعكس يعني الدعم الكامل، لانهم يعتبروا ان الاعلام هو عين مهمة جدا للإصلاح. نعم، لتلاحظ يعني مواطن التقصير، تلاحظ مواطن الخلل، يعني تشير إلى يعني بعض الأشياء التي نريدها أفضل وأحسن. ولكن في كل مجتمع يعني هناك بعض المسؤولين تجد لديهم يعني بعض الحساسية تجاه ما يكتب الكاتب وبعض الشخص. أنا ولكن أؤكد لك أننا في هذه المرحلة، مرحلة الرؤية وهذا العهد الجديد، أن هناك شفافية كاملة لدينا، وهناك أريحية كبيرة، وهناك يعني حث على أن يكون الإعلامي والكاتب جزء لا يتجزأ، بل جزء مهم جدا في هذه المسيرة، بتسليط الضوء على كل ما يجري بغرض يعني دعم الإيجابيات وتقليص السلبيات، ومن أجل يعني الإصلاح. يعني فما نعم رغبة نعم كبيرة نعم للإصلاح. هذا صحيح. يعني أؤكد لك أن نحن في المملكة الآن إعلاميا نعيش مرحلة ذهبية تماما. صحيح. يعني يعني نشارك كل أقلام الكتاب لدينا تشارك في هذه المسيرة، كل يدلي برأيه ونبدي ملاحظاتنا ونبدي آراءنا بكل مصداقية وبكل وضوح وبدون أي مجاملات وبدون أي مواربة حقيقة. يعني دكتور حمود، يعني أكيد مهم بالنسبة للكاتب الصحفي أنه يتشبث بالحلم لكل شاب ممكن فقد الأمل في الصحافة الورقية والكتابة على الصحافة الورقية، ولكن عنده ذاك الشغف اللي يحب الصحافة المكتوبة إجمالا. ما هي نصيحتك ليه؟ جميلة أستاذة ندى، تسمحي لي قبل أن أجيب على السؤال، أنت ذكرتي كلمة حلم. والحقيقة لو تسمحي لي يعني بالتعليق على موضوع الحلم هذا، يعني الآن نحن في المملكة العربية السعودية، وأقولها بكل صدق، نعيش أكثر من الحلم الذي كنا نحلم به ككتاب يعني قبل فترة، في الفترة الماضية أو قبل فترة قريبة. يعني كنا نحلم بأشياء، أنا أؤكد لك أن ما يحدث في المملكة الآن تجاوز كثيرا ما كنا نحلم به. فهذه حقيقة بودي حلم يعني بدأ يتحقق علينا. دكتور أكيد. نعم يعني وصلنا، تجاوزنا ما كنا نحلم به. يعني أنا ككاتب قبل 10 سنوات يعني لو قيل لي أننا الآن في 2024 يعني سوف نقوم بهذا الوضع، صحيح، ربما أقول أن ذلك خيال يعني وليس حلم، ولكن الحمد لله يعني نحن وصلنا إلى مستوى أكبر مما كنا نحلم به، ولكن الحلم مستمر. يعني كما قال سمو ولي العهد، شعب حالم ولكنه قادر على تحقيق أحلامه. أما بالنسبة لسؤالك أستاذة ندى عن مسألة الصحافة الورقية والصحافة الرقمية والإلكترونية، أعتقد أن هذا شيء طبيعي، يعني أنه التقنية تتقدم مع الوقت في كل زمن، ولكن هناك صحافة دائما. الوعاء الذي تقدم فيه هذه الصحافة قد يختلف، ربما لا نعرف كيف سيكون شكل الصحف يعني بعد 10 سنوات أو 15 سنة مع هذه الثورة الرقمية الكبيرة والذكاء الاصطناعي وغيره، ولكن الصحافة تظل صحافة، هي يعني الصحافة تظل هي التي يستقي منها الناس الأخبار، لأنها تتمتع بمهنية وموثوقية. أنا أي مجتمع لا يستطيع أن يستقي أخباره من السوشيال ميديا، أي أنتم مثلا في تونس أو في أي دولة أخرى، إذا أردت أن تعرف أخبار المملكة العربية السعودية، أخبار المجتمع، المشاريع، التقدم غيره، بالتأكيد ستعود إلى المصادر الموثوقة وهي الصحافة. فبالتالي بغض النظر عن الوسيلة، سواء كانت صحفية ورقية أو رقمية أو غيرها،
الصحافة ستظل تستمر، يعني هي ستظل هي نعم يعني سلطة رابعة، وستظل مطلوبة فعلا في أي وقت في أي دولة وفي أي مكان فعلا، وتمارس مهمتها في التطوير وفي الإصلاح وغيره. فعلا. دكتور حمود، هل سبق لك أن زرت تونس؟ أظن لا. للأسف أنا أعتبر أن هذه يعني خطيئة كبيرة جدا أنني لم أزور. إن شاء الله نشوفك قريبا في تونس. والله يعني لا تعلمين مدى حبي لهذه البلد الجميلة، ولي أصدقاء كثير تونسيين، ولكن يعني في أكثر من مناسبة يعني دعيت إلى تونس، ولكن للأسف الشديد لم تسمح لي ظروفي، ولكن إن شاء الله بعد ليالينا عربية نشوفك في تونس إن شاء الله. سأتشرف بإذن الله تعالى، وأعدك في أقرب فرصة إن شاء الله نلتقي بأحبابنا في تونس ونسعى المكوث في تونس، ويعني حتكون فرصة جميلة جدا والله، وأنا من خلالك يعني أكرر يعني مشاعر الحب ومشاعر الود لكل الإخوة والأخوات في تونس التي تربطنا بهم يعني علاقات تاريخية وثيقة، ويعني يكسوها الحب والمودة. شكرا دكتور حمود، أنا كنت سعيدة جدا بمرورك معنا في مناوعة ليالينا عربية. إن شاء الله مزيدا من التألق والنجاح والتميز، هذه كل أمنياتي لحضرتك. والأكيد أنا قلت لك زرت تونس وإلا ليه دكتور حمود، لأنه منذ أيام يعني ثلاثة أيام احتفلنا ولازلنا نحتفل بعيد الاستقلال في تونس، فأنا ندعوك حضرتك وكل المشاهدين. أنا أتشرف يا أستاذة نادى، أتشرف بهذه الدعوة، ولي الشرف أن ألبيها إن شاء الله في أقرب وقت، ونتمنى إن شاء الله يعني بإذن الله لوطننا الثاني تونس المزيد من الازدهار والرخاء والأمن إن شاء والسلام الله. إن شاء الله يعيشك. شكرا ليك، وندعوك أنت حضرتك دكتور حمود وكل السادة المشاهدين إلى هذه الفقرة المسجلة الخاصة بعيد استقلال تونس البية تونس الحبيبة، ثم نواصل أجواء مناوعة ليالينا. شكرا ليك دكتور حمود. شكرا. شكرا لكم. شكرا، مع السلامة. إن موقع تونس الاستراتيجي جعلها منذ فترة طويلة غنيمة ثمينة للإمبراطورية الاستعمارية. تونس التي عاشت على وقع اضطراب سياسي كان واضحا خاصة في السنوات الأولى للقرن التاسع عشر زمن الحكم الحسيني، حيث تميزت هذه الفترة بالتكالب على الحكم وكثرة الانقلابات والاغتيالات داخل العائلة الحسينية الحاكمة منذ 1705. وضع سياسي زاده تأزما الحالة الاجتماعية التي سادت في البلاد أنذاك، فقر وبطالة وأمية، فكانت الهوة شاسعة بين الحاكم والمحكوم. جو عام مهد الطريق سريعا لأوروبا الباحثة عن التوسع، خصوصا مع سوء التصرف في المال العام الذي انتهجه البايات، مما زاد في غرق تونس في ديونها وصعوبة خروجها من الأزمة المالية الخانقة، فكانت معاهدة الحماية في 12 مايو 1881. وانطلقت معها محطة نضال تعتبر من أهم المحطات المضيئة في تاريخنا لما حوته من بطولات وانتصارات للشعب التونسي في معارك دامية امتدت من عام 1881 إلى عام 1956 بإعلان الاستقلال، وتجددت مع معركة الجلاء الأخير والفوز بالسيادة الكاملة على أراضي الوطن. لم يكن الاستقلال سهلا على التونسيين الذين دفعوا من دمائهم ضريبة لسيادتهم، قادة نضال من علي بن غذاهم وعلي باش حامبا، محمد علي الحامي، فرحات حشاد، الهادي شاكر، هؤلاء وغيرهم من قائمة طويلة لمن مهدوا الطريق للمقاومة التي وعلى مسارها الطويل أخذنا منها أبرز المحطات. 20 مارس 1956 هو تاريخ النصر الأخير، هو يوم إمضاء بروتوكول الاستقلال النهائي بعد استئناف المفاوضات عبر حكومة الطاهر بن عمار الثانية في سبتمبر 1955، والتي انتهت بإعلان الاستقلال التام بتاريخ 20 مارس 1956 إثر مفاوضات ماراثونية مع المستعمر الفرنسي بشأن الاستقلال وممارسة السيادة الوطنية. بروتوكول الاستقلال النهائي الذي أمضاه الطاهر بن عمار عن تونس وضع نهاية لنظام الحماية المنتصبة في تونس منذ سنة 1881، وأقر بأن تونس دولة ذات سيادة.
لتنطلق إثرها رحلة جهاد بورقيبة كأول رئيس حكومة ما بعد الاستقلال، جهاد لبناء تونس الحديثة. من تحت الماد نيران حبك يا شعب، من صمت تفجر بركان حبك يا شعب. وأرفع هامتي
فخرا بها وأقول الأغنية الجميلة للنجمة لطيفة العرفاوي واللي تغنيت فيها بتونسنا الخضراء. إن شاء الله تونس دائما في أمان وسلم، إن شاء الله دائما تونس زينة البلدان، ولا عاش في تونس من خانها. وديما راهو كي نذكروا اسم تونس نتذكروا النشيد الوطني متاعنا، نتذكروا اللي قال أبو القاسم الشيبي وقت اللي قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إن شاء الله تونس دائما في أمن وأمان، إن شاء الله يا ربي يحفظها هي وشعبها. بالفعل يا رب. بالفعل نداء، واحنا كنا نتفرج في تقرير ياسر مميز مميز بمناسبة عيد الاستقلال. نعم. اللي هو عيد مجيد. بالفعل. عيد مهم جدا، يلزم دائما نذكروا انه البلاد هذه فما شهداء قدموا ارواحهم. بالفعل. من اجلها، واكيد تحية لكل عائلات الشهداء، وانا شخصيا والدي مناضل ومتحصل على اوسمة الاستقلال الله يرحمه، وعندي حبة خاصة لبلادي اللي تعلمتها وتبنيتها من والدي، وهذا اللي لازم نورثوه لأبنائنا، حب الوطن مهم جدا. آمنة آمنة، عيد الاستقلال شنو هو يمثل بالنسبة لك يا آمنة؟ شو يمثل؟ أكيد يمثل جهاد متاع ناس حب تعطي مستقبل خير لأجيال وأجيال جاية. فقول انا من خلال البرنامج قول ربي المجد للشهداء والمجد لشهداء تونس، وربي يحيي تونس، وان شاء الله ديما مزدهره، وان شاء الله اللي جاي ديما خير. هي كريمه قالت محليه الفيتيير، وانا نحب نواجه تحيه لزميلتنا شفيقه النصراوي اللي قدمت لنا الليالينا هذا الفيتيير والفقره المسجله الخاصه بعيد الاستقلال، مونتاج ببثينه الردادي، تحيه لها ايضا. وما زلنا مواصلين في الاعمال التونسيه، أعمال الوطنية، التلفزة الوطنية، عمل باب الرزق، هذا المسلسل اللي بدأ بشوية بشوية وافتك مكانته في نسب المشاهدة، في يعني لدى المشاهدين، وفما إعجاب كبير كبير بالعمل هذايا. ومحليه محليه دور أسمى فيه
أسمى اللي تعودتوا بها في ددو الفتاة الطيبة العسلة الضحاكة، وراتنا الوجه الآخر، المرأة المتمردة اللي مش متوازنة النجم نقوله نفسيا، القاسية أحيانا ولكن اللي نسخف عليها زادة أحيانا أخرى. دور مركب، دور رئيسي في مسلسل باب الرزق تقدم فيه أسمى، نقلة نوعية في مسيرتك اللي أنت نعرفك ديما تعتبرها مسيرة صغيرة، ولكن تحية شكر زادة للمخرج هيف بن يوسف اللي عرف يجبد أسمى ماك الدور. كينا واحدة من الناس نعيت لها ددو بدور شوف لي حال يعني بالضبط، والتوى يعني عرف كيفاش يخليها تكسبك التحدي هذاك، وكان تميز وانفراد في الأداء. يعطيك عليه الصحة. والله شكرا، ربي يخليك يا نادي. الساعة كلمة حق نقولوها ونعطيه لقيصر ما لقيصر. فريق اللي كان في المسلسل هذا راهو فريق من الشباب تبارك الله عليهم، يحبوا خدمتهم، برشا احترام، برشا محبة، وبرشا حرفية في تعاطيهم. هذا كله راهو وفر معناها الظروف الأريحية وهيئنا احنا الممثلين باش نكونوا في مستوى انتظارات المشاهد. بالحق لولاهم هما ما كانتش تكون نرجس اللي اليوم الجمهور في البداية تصدم فيها كما قالت إمنة، ومن بعد خاف منها، أخذ منها موقف وبكى معها. فيعطيهم الصحة هما بالحق، تميز اللي أنا نعتبره فريد للمخرج هيف بن يوسف. أي تحية لي والكامل للفريق والسيناريست دالي دمق. دالي دمق عنده كتابة عنده الخصوصية متاعه دالي تبارك الله عليه، وهذا الجميل في هذا المسلسل وهالدور هذايا الجميل. أنا كنت مؤمنة بيك حتى كي جيتني الليالينا قلت لي نادرة جاني دور، قلت لك ميسالش أسمى آمنت بيك. يمكن وقت اللي فما برشا ناس يشوفوا الجانب كيف ما قالت آمنة الكيوت معناها في 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 أسمى، ولكن كان تحدي لشخصك، كان تحدي لك الصورة اللي تعودت تعودوا بها معناها البيرسوناج جا حضروها تخدم عليه، تخدم عليه صوتها، غزرتها، لبستها، شعرها، عينيها، وانت قوة الممثل. انا راها معناتها قوة الممثل اليوم انك بالسيف يخليك تحبه ولا بالسيف يخليك تكرهه معناتها اليوم ما دام وصل الجمهور كراها شخصية هذه سيكو هي اديت الدور كيما يلزم. هو اكثر كلمة قالت راهو مش ما كرهوهيش، ولكن قالوا لي ما عرفنيكش هذه الكلمة اللي عجبتني. ما خليكش شكون ما خليكش خاطر تعودوا عليك في صورة معينة. بالضبط، ما تشبهش للدور ومسؤولية انه زادة تقوم بدور هكاكا. انت كنت محاطة بأسماء لامعة، كي نقولوا ممثل قدير كمال التويتي، كي نقولوا أسماء في مجال التمثيل مهمة جدا، هذايا أكيد أضاف لك طبعا وعطاك الأريحية باش تأدي الدور كأحسن ما يكون وخرجك من قشر الدد. شفت كل ما يكون الممثل كبير كل ما يعطيك. بالضبط، الكبير احنا نقول الكبير استاذنا سي كامل. تحيه لي، تحيه لكامل الفريق. فريق طبعا مراد بالنيف لزيدة كان عنده كل خدمه معايا، خالد هويسه، طبعا الممثلين الشبين صراحه بدون استثناء معناها به. احنا ما زلنا باش نواصلوا قبل ما نجي للاجندا اللي باش نحكيوا فيها على الحضور التونسي من خلال تظاهرات في المملكه العربيه السعوديه. إمنا باش سمعنا حاجة على آلة البيانو. أنت علاش من بكري وأنت قاعدة تصدر فيا؟ قاعدة في أمان الله وتعطيك سؤال. أمان الله أنا نحب نستمتع بك الصوت الجميل أنا. سألتني قبل وخلتني سألتني ديريكت استقلال معناتها ما فهمت تسأل فيا على الأقل حذرني قول لي راه نسألك سؤال. لا ما شاء الله عليك خاطر عندي ثقة في حضورك وثقة فيك. أكيد ونحب نستمتع بهالصوت هذايا الجميل. شنو اخترت لنا على آلة البيانو؟ شنو نعملوا؟ نعم ليلى لو باقي ليلى. ليلى لو باقي ليلى للفنان القدير عبد الرب ادريس. تحية ليك. تفضل الفنانة آمنة فاخر.
تغني معايا نداء. ليلى لو باجي ليلى بعمري أبيه الليلة والسهر في ليلة عيوني دي ليلة عمر دي ليلة عمر. ليلة لو باجي ليلة بعمري أنا بيه الليلة والسهر في ليلة عيوني دي ليلة عمر دي ليلة عمر. وليلة لو باجي ليلة بعمري أنا بيه الليلة والسهر في ليلة عيونك دي ليلة عمر دي ليلة عمر. بحلم بحلم بك دايم جنبي أنا صاحي ونايم يلي أيامي بدونك ما هن العمر ما هن العمر. وليلة لو باجي ليلة بعمري أبيه الليلة والسهر بليلة عيونك دي ليلة عمر كتر انت جميلة يا الله ويا الله. وش كتر انا احب انا احب واحلم احلم بك دايم جنبي انا صاحي ونايم يلي ايامي بدونك ما همن العمر من العمر. وليلة لو باجي ليلة بعمري أبيه الليلة والسهر في ليلة عيونك دي ليلة عمر دي ليلة عمر. شكرا للفنانة إيمنة فاخر وتحية شكر أيضا لعازف البيانو رامي المكور تحية لي يعطي ألف صحة رامي. شكرا لكم على هذا الأداء اللي فيه برشا رومانسية والأغنية هذه ما تموتش بالحق كريمة موجودة ديما على طول يعني كلمات ياسر جميلة بالضبط. وانا نغزر لك الجميلات سيداتي الجميلات يغنيوا مع ايمنة يا ربي تحية مجموعة طوق الياسمين مرة اخرى محليهم وان شاء الله باش تستمتعوا باصواتهم من بعد في اغنية للفنان القدير عبد المجيد عبد الله رهيب والله رهيب ان شاء الله بعد بطاقة الحب لزميلتنا زهرة فضلي. لكن قبل هذايا خليني نمشي لك النسائية النسائية عاملة فيها النسائية والدنيا فن مع كريمة الوسلاتي تفضل. شكرا كريمة. شكرا نداء. أكيد الدنيا فن باش تاخذنا في رحلة مميزة اليوم باعتبار أنه السعودية هي ضيف شرف ليالينا وأحنا النجم نقول الآن أنه الثقافة السعودية تعيد انتشارها من جديد في العالم العربي فما انفتاح واعي ومسؤول يراعي كذلك الخصوصية المجتمعية لهذا البلد العزيز من غير ما نهمله كما قلت هذه الخصوصية. إقلاع ثقافي في السعودية تجاوز حتى البلدان اللي كانت معروفة بغزارة إنتاجاتها الفنية الثقافية. الرحلة الأولى باش تكون جديدة مؤخرا في رمضان في بنالي الدرعية وقع استضافة المخ
المخرج التونسي محمد بن عطية، وكانت مسامرة رمضانية ليلية في إطار فني ياسر جميل في الدرعية. أكيد أي واحد باش يمشي للرياض لازم يمشي للدرعية، إذا بإدارة أحمد عياد زميل الصحفي تم الحديث مع أحمد بن عطية عن فيلم وراء محمد بن عطية عفوا وراء الجبل، وكان هذا العرض بالتعاون بين مؤسسة البحر الأحمر وبينالي الدرعية. كان لقاء مميز الحقيقة، وهذه فرصة تبين أنه المؤسسات الثقافية حريصة على الوجود التونسي بأي شكل، كل تظاهرة ثقافية بالفعل. وإذا باش نحكيو على مؤسسة البحر الأحمر باش نلقاو زادة فما دعم كبير برشا للأفلام التونسية، ويتجسد هذا الدعم من خلال كوثر بن هنية ومن خلال بنات ألفة المتميزة كوثر. أكيد الفيلم اللي وصل للأوسكار وبدعم واضح من الريد سي ومن مؤسسة البحر الأحمر، وصلت أكيد كوثر بهذا الفيلم للأوسكار. ثاني تعتبر المخرجة العربية الوحيدة اللي لثاني مرة تترشح للأوسكار، ونقولوا زادة ديما بالتوفيق الكوثر بن هنية. هذا شرف تونس في أكثر من مناسبة بالفعل. تحية الكوثر بن هنية اللي تستحق تحية كذلك. أيوة. نعم، مشينا ما بين السينما نمشيو للمسرح. في الرياض كان فما الدورة الأولى لمهرجان الرياض للمسرح، وكان فما حرص على وجود تونس الرائدة على المستوى العربي في المسرح. القائمين على هذا المهرجان قرروا أن تكون تونس ضيف الشرف، وتم ذلك في الدورة الأولى الفارطة من خلال مسرحية ميراوش للمخرج التونسي منير العرقي. وتحية لرئيس المهرجان الممثل القدير عبد الإله السناني اللي كان ضيفنا، تحية لي كان ضيفنا في الموسم الأول بالفعل، بالفعل. وممثل قدير جدا ويحب تونس وعنده فكرة على أهمية المسرح في تونس. هذاك ليش كانت تونس حاضرة في الدورة الأولى من مهرجان المسرح بالرياض. نمشيو الحاجة أخرى مهمة أنا نحب نتوقف عليها قليلا، ثم مركز مهم جدا هو مركز إثراء، مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي. مركز الحقيقة يستحق حتى المشاهدين متاعنا زادة ادخلوا على جوجل وشوفوا أهمية هذا المركز اللي وقع بعثه في الذكرى 75 لشركة أرامكو اللي هي حريصة كذلك على الثقافة من خلال هذا المركز اللي يعتبر محور ثقافي يعكس كل التغيرات اللي تجتاح المملكة وفق رؤية 2030. فيه قاعة معارض كبرى، فيه قاعة سينما، فيه مكتبة تحتوي على 250,000 كتاب، يعتبر منارة ثقافية إلى العالم من قلب السعودية. إبداع ما يقفش على مستوى الشكل الخارجي، هما خمسة صخور متجانبة ترمز في تجمعها إلى الوحدة، وتمثل كل منها أيقونة ثقافية معرفية ترمز إلى الماضي. نشوفه في الصور أكيد، نشوفه في تشكيل الخمسة صخور اللي هي ذيك تشكل مركز إثراء. فما إشارة للماضي الحاضر والمستقبل. إثراء يعني لمسته واضحة كمركز في عدة مجالات، آخرها سينمائياً فيلم الهجان. يقول القائل شو ما دخلنا نحن كتوينسة في فيلم الهجان اللي هو يصور البيئة البدوية على سجيتها، يحكي على الإبل ياسر مزيان الفيلم، وحببنا احنا اللي ما عندناش علاقة كبيرة نجم نقوله في الجنوب التونسي. أكيد الإبل عنده قيمته، لكن أنه السباقات والحكايات هذوك ما تمسناش مباشرة، تتفرج في الفيلم تولي عندك نظرة أخرى. وضع موسيقى فيلم الهجان هو بكل فخر التونسي أمين بوحافة اللي تعامل مميز في هذا الفيلم، وكانت بصمته واضحة في فيلم الهجان. تقريبا جمال الموسيقى التصويرية من قيمة تأثير. معناها ومن تأثير، وقت اللي تخلي بصمتها تولي تبحث على الاسم باش تعرف هالشاب هذايا اللي هو اللي مشى للعالمية اللي يقدم أنا معايا في أجراس أمين. أمين أجراس أمين احنا كنا في جروب أجراس واحنا صغار بالكل. كان معاد البوعليق ما شاء الله ما عاد البوعليق، تحيه كبيره كبيره لعاد البوعليق والجروب المزينه اللي كانت موجوده في اجراس فرقه هبل. كنا جروب منك كان معنا امين بوحفة، وهو اليوم معناتها بالحق ستفخر يا اختي للفنانين التوانسه وللموسيقى التونسيه، خاطر ما شاء الله عليه بالحق وصل للعالميه باخلاقه وبتربيته وبفنه وبالمثابره ومثابرته
وقديش عنا بالحق موسيقيين شبان على محلاهم. تبارك الله عنا برشا. تبارك الله عنا برشا زي احنا نقول لك حاجه احنا من, من من اقوى العازفين اللي موجودين في الوطن العربي. والله فرصه باش نحيي الاساتذه اللي معانا لهنا كل الاساتذه والموسيقيين اللي اكيد استمتعوا بعزفهم على مختلف الاغاني اللي قدمتهم امنا وقدمتهم مجموعه طوق الياسمين. تحيه ليهم فعلا. عندنا صوت اخر مميز. كل الموسيقيين التوانسه سامحوني عندنا صوت اخر مميز في السعوديه اللي هي اميمه طالب. اميمه طالب من اهم الاصوات من اجمل الاصوات اللي اثبتت جدارتها. تحيه ليها اميمه. ان شاء الله كي تجي لتونس تكون موجوده معنا ان شاء الله في منوعه ليالينا. وتوا من الجوله هذه اللي قمت لنا بها كريمه الحضور التونسي من خلال تظاهرات في المملكه العربيه السعوديه اكيد في كل عدد من منوعة ليالينا عربيا نحاول نقدموا بطاقة حب للدولة اللي حابين نقدموا لها ها بطاقة الحب هذه اللي هي المملكة العربية السعودية بإمضاء الزميلة زهرة فضلي مونتاج بثينة رديدي. شوفوا بطاقة الحب ثم نواصلوا أجواء منوعة ليالينا. من زارها يوما يشتاق إلى زيارتها مجددا، وكم تشتهي النفس زيارة مكة المكرمة والطواف ببيت الله الحرام وتقبيل الكعبة وشرب ماء زمزم. ولأن نبض القلب يدق شوقا لها دائما وأبدا، اختارت ليالينا عربية في موسمها الثالث أن تسافر بنا في أولى سهراتها الرمضانية إلى أرض الصحابة والفاتحين، أرض الأوسج والخزرج، المهاجرين والأنصار، أرض الأمويين والعباسيين ونجد والحجاز، المملكة العربية السعودية، جزيرة العرب التي منها انبثقت الحضارة الإسلامية. من جزيرة العرب أشع التاريخ الديني والحضاري والأدبي، وعلى أرضها تعاقبت الحضارات عبر التاريخ. هي مهد الإسلام وقبلة المسلمين، ضمت أجمل المدن وأطهرها، مكة المكرمة وبها الكعبة الشريفة والمسجد الحرام ومقام إبراهيم عليه السلام والمشاعر المقدسة، إلى جانب المدينة المنورة مقر المسجد النبوي الشريف وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام. كما تضم المملكة العربية السعودية مدنا أخرى لها أهمية تاريخية وتجارية، وأصبحت حديثا من أهم عواصم الدول العربية، كمدينة الرياض التي صارت رائدة في تنظيم الاحتفالات والأنشطة السياحية، ومدينة جدة التي تضم مواقع أثرية وتحتوي على العديد من الشواطئ الرائعة إلى جانب الأسواق الشعبية والمراكز التجارية الضخمة. وتسخر المملكة أيضا بالعديد من المواقع الأثرية المذهلة، على غرار مدائن صالح أحد المعالم الأثرية المسجلة ضمن قائمة اليونسكو، ومدينة شعيب الأثرية تضم بيوتا ومعابد أثرية منحوتة في الصخر والجبال، ومدينة العلا القديمة إلى جانب النقوش التاريخية في حائل وقرية ذيعين وقرية الفاو وقلعة تبوك. هذه المواقع الأثرية باتت اليوم تستقطب الزوار الأجانب، خاصة مع الانطلاق في تنفيذ رؤية 2030 وفتح المملكة أبوابها للترحيب بالسياح من جميع أنحاء العالم. أصبحت المملكة العربية السعودية اليوم مقصدا سياحيا بارزا في العالم، لا فقط على المستوى السياحة الدينية بل أيضا السياحة الترفيهية والثقافية، إذ أن عملية الانفتاح التي شهدتها السعودية لفتت الأنظار نحوها وأدت إلى جذب واستقطاب الكثير من السياح. ولعل أبرز مثال على ذلك ما حققته المملكة على المستوى الثقافي، فقد استضافت المملكة على مدار السنوات الماضية العديد من المهرجانات الفنية والسينمائية، منها مهرجان أفلام السعودية ومهرجان البحر الأحمر السينمائي وموسم الرياض الذي يعد من أهم وأضخم المهرجانات الفنية في المملكة العربية السعودية،
يشهد تنظيم مئات الفعاليات الفنية وتشمل أفلام سينما وعروضا مسرحية وحفلات الغناء، بالإضافة لاستقطابه لنجوم عالميين وفعاليات فنية ضخمة. وتحرص المملكة العربية السعودية على الاستثمار الأمثل في القطاع الرياضي، وكانت قد نجحت باستضافة أكثر من 50 حدث رياضي دولي منذ عام 2018 في مختلف الرياضات، كما نجحت في التعاقد مع كبار اللاعبين الذين سجلوا بطولات عالمية لفرقهم على غرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. أيضا دفعت رؤية 2030 المملكة العربية السعودية إلى عصر رقمي جديد، حيث قامت المملكة باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا والابتكار بهدف أن تصبح قائدة إقليمية في الاقتصاد الرقمي. وقامت المملكة بإصلاحات اجتماعية، حيث شهدت حقوق المرأة تغييرات تاريخية مع إصلاحات تسمح للنساء بالقيادة والمشاركة الأكثر فعالية في سوق العمل. بفضل رؤية 2030 أصبحت المملكة العربية السعودية تحتل مكانة مهمة في العالم، فهي تشهد حالياً انفتاحاً أثر على المستوى الثقافي والفكري والاجتماعي والفني دون أن تتنكر إلى جذورها، لتبقى المملكة بلاد الحرمين الشريفين، بلاد الإسلام ومهو أفئدة المسلمين ووجهة قبلتهم، بلد التوحيد والسنة النبوية، مملكة الغربة ومهضة الوحي. كانت هذه لمسة وفاء بسيطة حبيناها تكون كبطاقة حب لضيف شرف منوعة ليالينا العربية المملكة العربية السعودية. عملنا جولة ما بين التاريخ الديني وما بين يعني الحداثة اللي موجودة والنهضة الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية اللي تشهدها السعودية. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم أكيد. وتوا من هذه الفقرة المسجلة باش نمشيو لنغم جميل جدا لفنان أنا شخصيا نحبه برشا، المطرب القدير عبد المجيد عبد الله، رهيب باش تستمتعوا بها بصوت كل السيدات الجميلات في توق الياسمين. تفضلوا. يا ودادي
يعطيكم الصحة، شكرا لكم سيداتي الجميلات. رهيبات الجميلات، ما أحلاكن. جميلات في الصوت، في الحضور، جميلات لأنكم زادة تونسيات، محليكم. أنا بعد باش نطلب منك بعجالة، وهاني علمتك تعاود تذكرني بمهنة كل سيدة منهم، باش يعرفوا السادة المشاهدين قديش اللي جمعهم راهو الفن. يعني كل واحدة في ميدانها، ولكن حبهم للفن هو اللي يجمعهم. نرجع لأسماء. أيوة أسماء، يا أسماء يا أسماء، دور مهم جدا، نرجس في باب الرزق. إيش قولك كان نشوفوا الفقرة المسجلة هذية ونواصلوا الحديث؟ نشوف، نشوفوا مع بعضنا الفقرة. يسيبني اقسم بالله ورحمة امي، اقسم بالله مشيت لخرج كاين تفغم. اقتلني اقتلني، هاني قدامك. ما تعرفنيش، اقسم بالله نعملها. هاني قدامك. تعرف علاش نحب اخوك منصر؟ خاطر يفعل، يفعل كهو مش كيفك انت، كلامه برا. ابعد ما قدامي. اجي لهنا. علاش قلت العايشة اللي ماهيش بنت الحاج؟ خاطرها مش بنته. والحاج في باله؟ يظهر لك ان انت ما في بالك بحد شيء. تحب تعرف حاجه برمشي لبوك اساله. يظهر لك وقته توا؟ عندك حق، مش وقته. برمشي اسال الفرجيني خديمه. فرجيني في باله؟ بوك ما يعين خيط في ابره الا ما يشاور الفرجيني المالتي وشريكو. حق، كان انت في بالك اللي انت ولده الكبير ومعامل عليك في كل شيء. دوي تغلط، بوك ما يعطي مجنب لحتى حد كان للفرجاني. دفنينه مع بعضهم. سنسية يا اخي، هذه مش كاينها نرجس بنت المرحومة؟ بسم الله العظيم الرحمن الرحيم. يا امي قوم، يا امي يا امي قوم، يا امي مازال بكري. يا امي يا امي قوم، يا امي عليه هكا شويتني. يا امي عليه، يا امي قوم مازال بكري. يا امي يا امي ركبكش مسامحتني. يا امي يا أمي سمعني، يا أمي سمعني، يا أمي سمعني. يا أمي قوم، يا أمي قوم، يا أمي يا أمي قوم، يا أمي قوم، يا أمي راني بنيتك. قوم يا أمي، يا أمي عليه، يا أمي هكا، يا أمي عليه، يا أمي عليه، يا أمي راك شويتني. يا أمي قوم، قوم يا أمي قوم. كانوا هذوما بعض اللقطات من دور أسماء، أسماء بن عثمان في مسلسل باب الرزق. وبالحق اللقطة هذيك ما فماش شكون يشوفها. آمنة تأثرت وانا نتاثر، ما زلت كيف قد امي وعندي معاه حكايه. اللقطه هذيك فقدان الام حاجه مش سهله اكيد، لكن الاداء كان جدا جدا متميز. شكرا والله. يعني قدر كان صادق يا ندى. انت تعرف كيفاش عشت الظروف التصوير اسماء، كيفاش غبت معاني؟ اي ممكن اللقطه هذيك اكيد. انت تعرف اللي يخرج من القلب يوصل للقلب. شوف نزيد نشوف معناها
آمنة اللي كانت توا تضحك وتغني معانا وبسم الله عليك. الله لا يبكينا يا ربي، والله لا يخلينا نفقدوا عزيز غالي يا ربي، والله يرحم الأمهات الكل. آمين. وأنت قلت عندها حكاية، حكاية غريبة، أنا حكايتي الكل معاك غريبة. معناها انهارت اللقطة هذيك في الصباح، أنا في اللوج نمكيج ونشوف ندى أنت كتبت الله يرحمك يا أمي. بهت قلت سبحان الله، الإنسانة هذي نتشارك معها في كل شيء معناها. وانا وقتها موجوعه عليك ومفجوعه عليك ندي، تعرف انت الوالد مازال يتوفى الله يرحمه، وبعده الوالده، وزيد الحقيقه الظروف كانت قويه برشا. يعني نرجع ونعاود هيفال بن يوسف حضر لي رميني غادي، ما كنتش نعرف شنو فما، حتى الكلام ما فماش مش مكتوب، رميلي قال لي هذيك امك. تخيل انت معناها خرج من قلبي، وكان أداء صادق جدا جدا جدا. يمكن الظروف زاد تعاونت باش تعطيك، لكن هذايا ما يمنعش انه القدره نتاعك على اداء الدور كانت مبهره جدا. ومن وقتها بالحق اسمع، وانا قلت لك يعني امنت بيك، تقول لي وقتها ندى انا زعما ننجح فيه الدور هذايا، نقول لك باذن الله باذن الله راك باش تنجح، باذن الله راك الدور هذايا نتاع نرجس راك باش تنجح فيه، رغم انه دور مختلف. ونجاحك هو نجاح فريق عمل كامل، هو نجاح مسلسل في الوطنيه كامل. يعطينا حاجه لا لا تو كريمه ان شاء الله. رجح كريمه نمشيو للحاجه مهمه جدا في احنا ديما هذيك هي الحياه، راهو بين الافراح وبين الحاجات الاخرى. دونك احنا زاد عندنا حكايات باهيه ديرنييرمون، زاد ندى توجت بعده جوائز، كانت عندها رحله في بغداد، وفما نشوف في برشا حكايات، زادوا على الديكور زاد نتاع الطاوله. هي فرصه والله العظيم، هذه الجائزه الاوسكار كاحسن اعلاميه من تونس في مهرجان المراه الدوره 13، كان في بغداد مهد الحضارات والتاريخ، مع ابرز اعلاميات من العالم العربي، من المملكه السعوديه، من فلسطين، من لبنان، من قناه العربيه، من مصر، من سوريا، يعني من العراق. واكيد التتويج هذا انا شخصيا حبيته يكون موجود لما انت قلت لي ندى علاش ليه، لانه كل تتويج انا نتحصل عليه هو ديما راه نتاج عمل متكامل لفريق عمل اللي انا نحب نحييه بالمناسبه. يعني فريق عمل ليالينا لولاه ما ننجحش، لولا التلفزه الوطنيه ما ننجحش، لولا التلفزه اللي بديت بها فيها يعني توا سنوات امنه، خنذكرك شويه في ايامات لافايت وايامات الاذاعه والتلفزه وطريق النجوم، ويعني مسيره طويله برشا انا مدينة فيها للتلفزه هذيا. على ذاك هذا شرف ليا، شرف لبلادي اني نتوج في مهرجان يخليك تزيد تخاف، ينظموا منتدى الاعلاميات العراقيات، واكيد باداره السيده نبراس المعموري اللي نوجه لها تحيه، واكيد هذا شرف ليا. الشرف الاخر هو اجمل اطلاله، حتى الاطلاله راهي تخرج من قاعه الحلاقه بالتلفزه الوطنيه. ونحب نوجه تحيه المليكه الفرشيشي، نوجه تحيه للانتصار والسرور، لانه اذا كان اجمل اطلاله هي في الشكل لما للصوره من اهميه، ولكن هذاك زاد نهديه لهم هما ونهديه لتلفزتي اللي هي ام البدايه الوطنية، امنا الكل طبعا. اكيد اكيد، فتحيه من القلب لكم كامل فريق منوعات ليالينا. نواصلوا ونرجعوا للغناء اكيد. باش نسمعوا رائعه من روائع طلال مداح، ويمكن تمشي مع المود نتاعك. هي باش تمشي مع المود شويه. اللي بدات اسمها ندى، اللي بدات اسمها ندى، هي من اجمل الاغاني اللي انا نعتبرها شخصيا لطلال مداح. انت في بالك الاغنيه هذه طلال مداح عملها صعيبه، راهو ادائها صعيب برشا. الاغنيه عملها طلال مداح على ولده، خاطر هو قتل ولده من غير ما يشعر. معناتها القصة يمكن برشا عباد ما يعرفوهاش، اللي طلال مداح كي خارج بالكهرباء الصباح وخر الكهرباء، يا اخي قتل ولده صغير خارج وراه. هذيك علاش هو عمل الاغنية هذه وترحل، من اروع ما غنى من اروع الاغاني. نستمتعوا بها بصوتك اكيد ان شاء الله ان شاء الله، وترحل بصوت الفنانة امنة فاخر بعد اللي حصل لي خل مصر.
حل صرختي
الصمت خدتني لو ملات ليلي حبيبي لو عيال الصمت خدتني لو ملات ليلي حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي أنا عمري انتظاري لك لا تحرمني حياتي لك أنا عمري انتظاري لك لا تحرمني حياتي لك وترحل صرختي تذبل في وادي لا صدى يوصل ولا الله الله يا إمنا وأغنية هي أكثر من رائعة وأداء رائع جدا للفنانة إمنا فخر نحب تصفيقة عايز كبيرة عايز عليها عايز أكبر من هكا يعطيك الصحة تحية أيضا لفرقتنا الموسيقية بقيادة المايسترو أنور المبروك برافو محلها الأغنية ومحلى أدائك فيها قديش وتيت صوتك وإن شاء الله نشوفوك على مسارح المملكة العربية شارف. السعودية شارف. لأنك تشرف تونس كأحسن ما يكون عايش عايش نادي يعني اللهجة شارف. الخليجية ماهيش حاجة سهلة أي. وانت أديتها وانا نعشق اللهجة الخليجية من قبل الحقيقة انا من قبل نحب برشا اللهجة بالله في قلبي ذكري كلمة باش نقولها لها مذهلة مذهلة على عنوان أغنية محمد عبده مذهلة بالحق كانت مذهلة احنا هكا نكون وصلنا لختام موعدنا انا بالزهور نحييكم باش نخلي لك كلمة الختام آمنة ولكن انا وعدتهم باش تقول اسمائهم بسرعة باهي آمنة كلمة الختام عزيزتي لحظة بارك الله فيك زهور عبد الكريم بن صالح تصفيق عليا يا ربي عبد الكريم بن صالح من اللي احنا صغار والله من اللي احنا صغار وهو منورنا والله نحب نقول ميرسي بوكو يعطيكم الصحة الاولاد الاساتذة اللي معانا بقيادة المايسترو انور المبروك يعطيكم الف صحة نحب نقول ميرسي بوكو الفريال العياري على المكياج درساف على شعري ولي بوكل دوغي والخاتم على محلي دورا باسي يعيش ميرسي بوكو ميرسي لك انت يعيش وان شاء الله ديما منورتنا بجوائزك ديما مشرفتنا برا وسعيده جدا بني منوره بوجودكم اكيد ونقابل المزيانات والحلوات أسمى كلمة الختام شكرا ليكم محليها سهرة رجعت لي الحنين شهرين التالي والله وانت معانا في والله محليكم مرة أخرى نشكر ريم هميمي على المكياج ونشكر الغنجة على الروب المزيانة ميسيون امبوسيبل راه بالحق في وقت قياسي هذا كله كان معناها جاهز باش نلبسها الروب المزيانة تحفة ونحبك برشا يا ندى حتى أنا نحبك برشا أسمى ونتمنى لك كان كل النجاح وما شاء الله عليك وإن شاء الله ربي يوفقك أكثر وأكثر ونشوفك في أدوار ما أهم ولما لا في أدوار زيدة وإنتاجات درامية تكون مشتركة ما بين تونس والسعودية ولا العالم العربي إجمالا لبنى شكرا مرة أخرى على الاستضافة وكنا فرحانين برشا وشاركناكم وشاركنا أسماء وأمنا السهرة الحلوة نسميوهم مدام منافقي اللي نسميها أستاذة فرنسية مدام سيوار عبد الناظر أستاذة فرنسية مدام ضحى أستاذة هلا فخفاخ مستشارة جبائية وأستاذة جامعية مدام سونيا قرمازي بوريشة كادر في شركة خاصة إيناس كمون تزيدها عادة اللي تسميها أرشيتكت مهندسة معمارية مديحة فراتي محامية قلت لك احنا ملغمين بالمحاميات سونيا خميخم أورتوبتيست العيون مدام إيرام خميخم محامية كيف سونيا الفقي محامية كيف مدام نبراس العود أستاذة جامعية ومديرة المدرسة العليا اللي هي شوسي سفيق مدام مها قرمازي كيف مديرة في شركة خاصة مديرة أعمال مدام سلوى ذيب طبيبة سمية قرمازي
سمية خبات عفوا أستاذة، سرور صافي أستاذة، مدام وفاء كمون طبيبة مختصة في الأنف والحنجرة والأذنين، شفتوا ما شاء الله عليهم، ومدام راضية حمزة أخصائية تغذية. تصفيقة كبيرة برشا عليهم على محليهم. ونتي ديود مهندسة. مهندسة إن شاء الله ربي يوفقكم. نذكروا بالعرض، نذكروا بالعرض، وهذه دعوة للناس كل تسمع فينا وتفرج فينا. العرض راهو حضوركم مهم جدا، بتساهموا معنا في أنه تساهموا معنا في اقتناء إن شاء الله الحافلة، حلم الصغيرات الكل اللي حرمتهم الله غالب الظروف من أنهم يكونوا بصحة جيدة. فالعرض مش يكون نهار 5 أفريل بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. إجيوا بحضينا، راكم مش تستمتعوا، مش تعملوا الخير بالحق. مشيوا وتفرجوا في هالنساء الجميلات اللي يمتلكن أصوات جميلة، جمعهم كيف ما قلت حب الفن. شفتوا فيهم الأطباء، فيهم نساء الأعمال، فيهم المحاميات، ما شاء الله عليهم. فكونوا في الموعد يوم 5 أفريل في مدينة العاشرة في مدينة الثقافة. والله يستحقوا. تصفيق عليهم مرة أخرى كريمة. شكرا لك نداء، اكيد سهريه مميزه. الموعد مهم جدا في قاعه الاوبرا نهار 5 افريل، خاطر فما عطاء كي باش تجيو راكم باش تعطيو للجمعيه هذه. انا في ختام السهره منجم كان نشكر سيان بن عزوز على الميك اب، ونشكر كذلك نرسيس جاكوب ستور قمرت على اللبسه المزيانه. وانا زاده باش نشكر سرور ومليكه العمري، خاطر بكري قلت الفرشيشي تحيه ليها برشا. نحب زاده في ختام منوعتنا نشكر فرقتنا الموسيقيه بقياده المايسترو انور المبروك، تحية اليوم دي جي تاسيوس اللي ديما يعمل لنا برشا جو، والجمهور اللي حاضر معانا يعطيهم ألف صحة. إن شاء الله اليوم سهرة ليالينا عربية مع المملكة العربية السعودية نالت إعجابكم واستحسانكم. إلى اللقاء إن شاء الله في العدد القادم من ليالينا عربية، واللي باش يكون خاص بفلسطين الحبيبة. هكا ما نكونوا كانوا وصلنا لختام منوعتنا. تحية لكامل فريق منوعة ليالينا، نحبكم برشا، تحية ليكم. ومسك الختام باش يكون مع مجموعة طوق الياسمين وكوكتيل جميل للفنانة القديرة الراحلة عليا. تفضل لبيب، إلى اللقاء.